ريهان عجرم إذن الطفلة يلي مصابة بالسرطان ويلي هي طبعا مقاومة. المقاومة ما بتكون بس بالسلاح ولا بس بالأرض، المقاومة بتكون بأنه بإرادة الحياة الموجودة. جيهان مساء الخير. أهلا أم جيهان، هاي جيهان. أم جيهان وجيهان مساء الخير لإلكن. نحن نجاح مش جيهان، نجاح. نجاح نجاح عفوا. ولا يهمك. نعم، حضرتك إذا بتبلش مع حضرتك بتخبرينا أكثر شو كان وقع المأساة عليكم أنتو يلي كنتوا موجودين بالطابق، مثل ما قال دكتور بيتر نون، من الأشخاص يلي تلقت العلاج نجاح وصار الانفجار أنتو ونايمين بالمستشفى. مزبوط، نحن عشناها يعني، وبعدها ما بتروح من بالنا وحتضل محفورة في بالنا يعني بعقلنا، وعم نلاقي صعوبات كتير صراحة لحتى ننسى هالموضوع يعني، كتير عم نلاقي صعوبات. أنا بنتي بتضلها تسألني ماما صار انفجار عنا بالبيت، صار عنا انفجار عند خاله بكندا، هو خالة بكندا، يعني بتضلها تفكر بالموضوع كتير يعني، مأثرة عليا وعلينا، وبدها شغلي وقت يعني. نحن كنا قاعدين بالغرفة وأول شيء شفنا نحن دخان، كان له شي ساعة الدخان عم يطلع. ساعة بتفتت لعنا دكتورة اسمها جوانا عم بتطل على نجاح، حبتها كتير. وشلت التليفون، أنا عم صور، صورت صورة وطلع أول انفجار، هربت من قدام الإزاز على أساس إنه بدي شيل البنت من التخت لأنه حسيت في شي منه مزبوط. ما لحقت، ما جينا إلا على الأرض يعني كلها، كان إجا الانفجار الكبير وطرنا يعني، والحمد لله قضت معنا هيك. نجاح قد ايه عمرها؟ إذا فينا نشوفها وهي تحكي معنا شوي كمان. هي هون معنا، نجاح عمرها 4 سنين ونص، صراحة بتستحي شوي مستحية. لا ما بدنا نستحي نحن، بونسوار نجاح. هاي نجاح، أنا هون. دكتور هاي. بيتر معنا. نجاح، يلا. ما تخافي أنا هون. مستحية مستحية. لكن اللي قطعت فيه مش هي النجاح يعني. نعم. شافت كل شيء وحست انه بيها تعبان، وشافت امها كمان موهوله، وامها رجعت علق لها مصل تحت بالباركينج، يعني اللي عشته مش طبيعي. ورجعنا كيف نقدر يروحوا يشوفوا شو بدهم يعملوا وندبر. نجاح مثل ما قلت لك بعده المرض مبين معها كان جديد، يعني بدها ممنوع توقف علاجها، لانه يعني في منهم هربوا وراحوا على بيوتهم. نجاح حكيت دكتورة ريما الله يقدم لها الخير. هلا صار فينا نشوفها هون. نعم. وي دكتورة ريما حكيمتها لنجاح بالبقاع. ريما شمس الدين بحبها قد الدنيا، ودغري قلت لها ريما بدك ترجع وديتي لي نجاح تنعمل لها تشخيص وشو القصة، وبين معها سرطان. هلا على يومين ثلاثة بدك تأمنيها باللازم تنرجع ننزلها على العلاج. ورجعوا طلعوا على البقاع مستشفى فرحات اذا مش غلطان. هلا هن وين موجودين دكتور نون؟ اليوم يا حنا هن بمستشفى سيدة المعونات بجبال. نعم. رح خلي ام نجاح تحكي وبعدين خلي لك مجال انت تحكي. هلا اول شيء بدي اقول لك الحمد لله على السلامة كمان لزوجك يلي تضرر، اصيب اصابة كبيرة. كيف صار هلا وشو كان وقع الصدمة على نجاح بهذا الموضوع؟ والله الله يسلمك. صراحة يعني جوزي بعده لسه مأثر، عم يصير معه دوخة، وجع بإجره، طلع عنده كمان الأربطة بإجره ملعة. هو حاليا كمان اليوم بالذات رجع دخل مستشفى عنا بالبقاع لأنه منه مرتاح، راسه بعده كتير عم بيوجعه وعم بيصير معه دوخة كتير قوية. دخل مستشفى تيعمل فحوصات يتأكد إنه ما في شيء على الأكيد براسه يعني، لأنه الضربة كانت كتير قوية يعني. نعم. هلأ نجاح شو وضع النفسي؟ بعدها عم توعى بالليل، عم بتحس إنها بصدمة، بعدها خايفة عبية، ولا خلص تأقلمت أكتر شوي بالموضوع وبلشتوا بمرحلة العلاج الطويل رجعتوا؟ لا الحمد لله نجاح مليحة، الحمد لله بنتي من النوع القوي يعني، بتحكي بالموضوع بس ما يعني ما مأثري فيها كتير القصة يعني، بتحكي عنا. هلا ما رح اقول لك يعني اذا سمعت باب طبش او صوت عالي ايه بتنقذ يعني، كلنا هيك نحن عم ننقذ مش بس الاولاد. ايه بس انه بتحكي بالموضوع، وانا يعني ضلني حدا ومضلنا نحكيها انه هذا الشيء خلص ما عاد شيء يصير وهيك، انه الحمد لله يعني انه شوي شوي عم يمشي حاله، وبلشنا ايه كفاينا بالعلاج. اسا هي فينا نشوفها شوي بركي بتحكي معنا شي كلمتين على الهوا. نجاح هي مش عم بتشوفنا الان طبعا. هاي نجاح.
دكتور بيتر عم بيسلم عليك. سلمي هاي علي، ما يمكن النجاح هي مثل ما بتسلم قالت علي. إما قوية كتير، يعني وصلت ومرضها قوي بس كانت دايما كلها فرح، يعني نجاح وما شفتها بأول فترة إلا دايما. هلأ شوي مبلا حسسها أنا مغيرة، الجمعتين كانت تكون فرحة أكتر، بس هي بعدها قوية أكيد. بس هاي يلا سلمي على يوم ماما، سلمي على يوم. انت كنت بتقولي لي، بتقولي لهم كيف صارت القصه معنا ومين كان معنا بالاوضه، ما تقولي لهم. وشو يلا بدك انت، شو بدك هلا، شو بدك من من ربنا، شو بدك من شو بدك يصير معك؟ قولي لها، قولي لها شو. بدك ترجع على المدرسة أكيد إذا رجعت فتحت المدارس. تروحي على المدرسه حقا؟ ايه ولا ايه مش وشو حلوة كمان المدرسة، بتشوفي بابا؟ أهم شيء بتشوفي بدك بابا؟ تشوفي بابا لأنه أكيد اشتقت له. ايه بدك تشوفي كثير البابا؟ عم يحكي على بتشوفيه؟ التليفون. انا اشتقت له واستفقت له وخفت عليه كثير حقيقه. انا شفته كيف عم بغيب، قلبي راح يعني، وما كنت عم قلها لام نجاح لانه خفت عليها، بس حسيتها عارفه. بس وقت وصلت وشفته هو بميل ونجاح وام نجاح بميل، واو، ما بحب اتذكر ابدا قد ما شيء كثير كان بشع يعني. واركض يعني سلمته لك حدا من الحكم وقت وحط له مصل، دبروا له محل بين نجاح بالسلك العسكري، يعني قلنا انه دغري يامنوه يروح على المستشفى العسكري نعم، ونشكرهم، لانه نحن المستشفى خراب يعني ما في، ما فيكم يعني تأمنوا حدا. وطب علينا مرضى من غير مستشفى من الجرحى وما بنقدر طبعا نستقبل. كانت ساحات حرب. شو بعد بدك تقولي؟ هيك كلمة أخيرة. يعني ما بعرف، يمكن الموقف كتير مؤثر حتى أنا مش قادرة بقى أحكي كتير. شو كنتوا شاعرين؟ شو كان يمكن أكيد عبطت بنتك أول شي فكرت تعمليه وتصلي، ما بعرف شو صار بلحظتها. والله يعني موقف كتير صعب، أكيد على كل العالم كان صعب. أنا بلحظتها ساعة اللي قمت، أنا يعني الحمد لله ربنا خلى حدا منا واعي تحت نقدر نقوم من هاي الصدمة، لأنه جوزي كان بالأرض. فقمت عم ينزل مني الدم وهيك، أول شي فكرت فيه إنه بده يطلع بعد انفجار، فشلت بنتي من التخت وشلتها على الأرض وصرت صوت لحد حدا يجي يساعدني بجوزي وهيك. وكانت معنا الدكتورة، يعني شو بدي خبرك، كثير الموقف كان صعب والاشياء صارت بسرعه وببطء بنفس الوقت يعني. والحمد لله اللي قضت معنا هيك. يعني شو بدي اقول لكم، بحب اقول بس للبنان ولشعب لبنان انه ان شاء الله الله ما يترك هالوقت هيك الصعب، يضله رح يجي ايام فيها فرج ان شاء الله. المهم الواحد يضل عنده امل برب العالمين كبير ان شاء الله. هيك بس بقدر اقول بدي يعني. أسألك بعد، شو عندك أولاد غير نجاح؟ عندي صبي وبنت اكبر من نجاح. الله يخلي لك اياهم. وشو الله مراحل يخليك. العلاج تبع نجاح؟ عم ينحكى عن تقدم، هلا بنحكي اكيد مع دكتور بيتر، بس كيف عم بتواكبيها بهذا الموضوع؟ كيف معنوياتها؟ كيف نفسيتها؟ هي متقبلة وضعها؟ ايه الحمد لله. لا نجاح عم بقول لك من الاولاد القوية الحمد لله، نفسيتها قوية ومتقبلة كل شيء. بتعرف انه مثلا بديش فيش تطلع لبرات الغرفة لأنه عندها مناعة واطي، ويعني بتقبلي كل شيء الحمد لله. قاعدين ورايقين بنلعب، بنركب بازل، بنلون، يعني مقضيين وقتنا بطريقة إنه هي تضلها مسلية وعارفة إنه وضعها بده وقت لحتى تتحسن. نعم، وهي هلأ على مرحلة طويلة بالمستشفى. هلا حاليا دكتور نون بخبركم، بعتقد يعني نحن لسه بعد معنا كم يوم بالعلاج، وان شاء الله انه اذا طلعت مناعتها بنقدر نطلع نريح شوي بالبيت ونجي حسب مدام المناعة. رنا، كيف أكلة اليوم؟ خففنا الكورتيزون بعد عن تاكل كتير؟ الحمد لله، الحمد لله عم تاكل مليح. اليوم ما صار لي امرق شوفها لأنه مثل ما لا قلنا الحمد لله منيحة، أكلة تمام. هي بالمعونات بجبال مدام صارت رنا هلا. وبنتها، وبدي أخبر عن مدام رنا القوية لأنه جوزها مبطوح وعم يشتغلوا فيه تنقلوه على غير مستشفى، هي همها بنتها وهي عم تنزف. بالآخر بلشت تقلي وقتها شافت الكل أنا عم بلش دوخ، ركضنا لا على أنا على قليلة النزيف المصل. طبعا. فأنا بدي أحييها وإلا أنت الشجاعة الله يخليك. وفكرتي بعائلتك قبل حالك. شو بدي ويلا إن أعمل؟ شاء الله أهم شيء نجاح، الحمد لله عم تتجاوب على العلاج
ويلا ان شاء الله بعد عندك كم يوم ان شاء الله تقدر تروح ترتاح بالبيت تشوف بيا واخواتها لترجع المرحلة طبعا الثانية. نحن بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى لها الشفاء يا رب، وبدنا نقلكن عن جد ربنا معكن الله وبس، وبشكركن على انكن كنتوا معنا على الهواء. حبيبتي، شكرا لكم. دكتور بيتر،